الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلام
يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصرا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن
فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر عبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي